انطلاق مسيرة ثورية من مجسرات ثورة العشرين إلى ساحة اعتصام النجف الأشرف، ساحة العز والكرامة. طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة حول آخر المستجدات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 على مدار القمر نايل سات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أكد أحد الأطفال النازحين في العراق بالتحديد في مدينة كركوك تعرضه وأسرته للتهديد بالقتل والاغتصاب منذ عدة أشهر، أشار إلى أن التهديد شمل أيضا ربط اسم عائلته بتنظيم داعش رغم براءتها في ظل عجز حكومي تام عن تقديم الحماية اللازمة لهم. دعونا نتابع مقطع الطفل ونرجع لكم. مرحبا، أنا اسمي أحمد حزير محمد، أنا أناشد دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بيقوم بزيارتنا. نحن ساكنين في مخيم يحيى وللنازحين ويطلع لأوضاعنا. هناك شخص يقوم بتهديدنا بالقتل بالاغتصاب. أنا أناشد دولة رئيس السيد مصطفى الكاظمي، صار لنا 8 أشهر يهددنا. أم ودينا أخويا ما نعرف وينه، أبويا تشبه بالمر. أنا أناشد دولة رئيس الوزراء يعني ساعدنا، يقول حتى رئيس الوزراء ما ينقيني. ودينا أخويا ما نعرف وينه، صار له شهر ودينه ما نعرف وينه، يقول يهددنا بالقتل بالاغتصاب. أنا وناشد دولة رئيس الوزراء بأن يزور في مخيم يحيى في كركوك. مرحبا، أنا اسمي أحمد حزير محمد، أنا أناشد دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بيقوم بزيارتنا. نحن ساكنين في مخيم يحيى وللنازحين ويطلع لأوضاعنا. هناك شخص يقوم بتهديدنا بالقتل بالاغتصاب. أنا أناشد دولة رئيس السيد مصطفى الكاظمي، صار لنا 8 أشهر يهددنا. أم ودينا أخويا ما نعرف وينه، أبويا تشبه بالمر. أنا وناشد دولة رئيس الوزراء يعني ساعدنا، يقول حتى رئيس الوزراء ما ينقيني. ودينا أخويا ما نعرف وينه، صار له شهر ودينا ما نعرف وينه، يقول يهددنا بالقتل بالاغتصاب. أنا وناشد دولة رئيس الوزراء بأن يزور في مخيم يحيى في كركوك. مع الأسف وصل حال العراق إلى هذا الوضع في ظل يعني في ظل غياب لمفهوم الدولة الحقيقي، في ظل غياب للقانون الحقيقي، وفي ظل غياب الردع، ومن أمن العقاب أساء الأدب. ومع الأسف تجد بأنه الكثير من هذه الحالات كان اغتصاب أو تهديد بالقتل أو حتى القتل، هو يأتي في كثير من الأحيان من قبل الأجهزة الأمنية ومن قبل الميليشيات المنضوية تحت القيادة العامة للقوات المسلحة. هذا
يعني اللي يصير بالعراق. هذه طبعا هذا حالة الطفل، هذا صور وتكلم، هذا الطفل الشجاع حتى يوصل صوته إلى العراقيين ووصل صوته إلى العالم أجمع. هناك حالات ربما يعني يقول أنه الرقم مبالغ فيه، بالآلاف تحدث هذه الحالات مع الأسف، ولكن الناس من الخوف من المستحى ظل ساكتة، شو تسوي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا غيظ من فيض اللي دا يصير بالعراق. يعني احنا قبل يوم كنا نتحدث عن حالة قتل العائلة العراقية في حي المنصور في بغداد الناشطة، وشون تم قتلهم بطريقة وحشية، وطلع الأفندي عنصر في وزارة الداخلية. وشفنا قبلها وتحدثنا في حلقات سابقة عن كيف يتم التعامل مع النازحين بالدرجة الأولى، وكذلك بشكل عام هو حال الطفل في العراق يعني يرثى له منذ العام 2003 ولغاية الآن، وإما تعليم ماكو بسبب النزوح، الأمراض متفشية. وراح نقرأ بعض ونتابع بعض التقارير الحالية والسابقة لمنظمة الطفولة اليونسف وتقارير للأمم المتحدة. يعني على سبيل المثال في فبراير الماضي دانت الأمم المتحدة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جميع الأطراف في العراق ضد الأطفال في العراق، وحدد تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن تنظيم داعش والحشد الشعبي كما جاء في التقرير، والجيش وقوات الشرطة والبشمركة وقوات الدفاع الوطني الكردستاني والقوات الأيزيدية والتحالف الدولي كذلك كأطراف قامت بانتهاكات ضد الأطفال في العراق. هذا تقرير أممي. يغطي التقرير الفترة الزمنية الممتدة من يوليو 2015 إلى نهاية يوليو 2019. أشار التقرير إلى أن أكثر من 2114 طفل تعرضوا إلى انتهاكات جسيمة ومؤكدة في العراق، من بينهم أطفال تعرضوا إلى القتل والتشويه والاغتصاب. التقرير أضاف بأن هذه الأرقام هي جزئية وتمثل الأرقام التي تم الإبلاغ عنها والتأكد منها فقط. أشار إلى أن الأعداد الحقيقية قد تكون أكبر بكثير، خاصة وأن ظروفا كالوفاة أو الوصمة الاجتماعية قد تعيق الإبلاغ عن حالات الانتهاك. معنا اتصال؟ أكو اتصال؟ أكو اتصال؟ لو نكمل. صباح من بغداد، تفضل صباح. السلام عليكم أخ عمار. وعليكم السلام ورحمة الله. نرحب بكم قناتكم الكريمة اللي جاي تنقذ الحقائق للمجتمع الإسلامي كله. يعني المفروض برئيس بدولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على هيك مناشدة بريئة من طفل المفروض يتخذ إجراء عاجل في يعني محاسبة المقصرين ومحاسبة الجنات ضد هذا الطفل. لكن احنا نسأل على يعني مئات الآلاف من هيك حالات، من عنف أسري، من مظلمة للأطفال، من رعاية الأطفال، من انها اكو قانون ينصف الطفل سواء بعائلته أو مخيم أو بالشارع العراقي أو التحرش أو الاغتصاب أو غيرها. ماكو قانون. يعني هذا البرلمان جاي يخدمون أنفسهم بالقوانين اللي شرعوها، أما هيش قوانين للطفولة البرلمان العراقي يعني خالي من واحد منهم شريف يقرون هيش قرار منصف بحق الطفولة. مصطفى الكاظمي ايش راح يسوي؟ ما راح يسوي، يعني قطع وعود وقطع عهود على نفسه انه يلقى جنات القتله، واكثر من شخص ناشده زين، وزار اهالي المجني عليه الفواتح الناشطين السياسيين، وتم قال لهم انا اخذ دمه وانا اطلع دمه لعده اشخاص. شنو اللي يسوي؟ ما راح يسوي شيء، صاير بس يروح يقرا فاتحه ويعطي عطوه للناس ويهدئ الموضوع، ويمكن يحلها بمبلغ مالي بسيط ويطلع. أما قوانين صارمة لردع يعني هذول الناس اللي ما عندهم ضمير، وأغلبيتهم صدقني أستاذ عمر أغلبيتهم ناس منتسبين تلقاهم، لأن المواطن مهما تكون ما عنده هيج جرأة يسوي هيج فتشي. يعني أكو حالات من المواطنين من تحرش، من اغتصاب، من تهديد، من ابتزاز، لكن اللي ما يخافون القانون هم نفسهم أهل القانون اللي هم منطوين تحت
مثل راية الحشد المقدس مثل ما يقولون، أو وزارة الدفاع أو الأجهزة الأمنية أو الداخلية، وهذا ما داير بال، مسنود بحزب وميليشيا، وأي شيء يسويه ما حد يقف بوجهه، لا قانون ولا غيره. لو أكو محاسبة المقصر أن تم إعدام شخص مستحق هيك مادة قانونية، كان الناس البقية المسيئين يقول لك هاي بها إعدام وبها سجن مؤبد، يعني شلون أسوي هيك؟ مثل اللي صارت جريمة المنصور وغيرها وغيرها، لو يعرفون المسيئين أن أكو قانون يردعهم ويخوفهم كان ما سوى ما سوى. يعني هل هو غياب كلها. القانون وغياب مفهوم نعم. الدولة الحقيقي أخي صباح هو اللي يشجع المجرمين على ارتكاب هذه الجرائم من اغتصاب وقتل وتسليم وغيرها؟ أخ عمر، ماكو قانون عندنا بالعراق نهائي، والدليل هاي الجرائم وكثرة الجرائم والاغتصاب والانتحار والعنف الأسري وغيرها، ماكو قانون في سبيل يعني المواطن يخاف يقول لك أكو قانون. يعني مثل هذا المفروض المجرم اللي سوى جريمة المنصور المفروض يعدم بنفس البيت، في سبيل اللي تسوي لنفسه أن يسوي نفس الشيء، سطو اعتيادي صفى مسلح وسكينة ومسدس، ومو واحدة جاء هذه الجريمة مو مال واحد يقوم بها، في سبيل يردعون الناس المسيئين اللي هم 60% منطوين تحت أجهزة الدولة، ومعروفة هاي، يعني معروفة المجتمع العراقي يعرف هاي الاغتيالات الناشطين والتعدي على الناس وعلى الأطفال وغيرها وعلى المرأة، كلهم ناس تابعين إلى 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 وزارات الدولة الأمنية. فلو اكو قانون حقيقي يردع هيك ناس مجرمين كان البقيه ما حد سوى، يقول لك انا وراي عندي عسره وخاف انعدم وخاف انحكم مؤبد، بس هم بحمايه رئاسه الوزراء. زين الرادع الرادع الانساني الرادع الديني وين راح؟ انتهت القيم الانسان، انتهت بهاي الازمات اللي مر بها العراق، الاحتلال الامريكي والاحتلال الفارسي، يعني خسرنا هواي مجتمعنا العراقي. يعني هواي هسه شوف ناس من الشباب نجرفهم بهاي المخدرات والكريستال والحبوب وغيرها والعصابات والسلاح المنفلت وغيرها، فهذا كلها فككت المجتمع العراقي. يعني احنا هسه لو تقيس قبل 2003 ما كانت عندنا هيك حالات نهائيا، لا العشائر تقبلها ولا تربية الشخص يقبلها على نفسه وعلى امه وابوه، عيب واكو عيب واكو مسدحة واكو قانون، اكو قانون اللي 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 هو فوق الكل. اما غياب القانون والمحاسبه، وحاليا انت تشوف هاي المشاكل الموجوده بالمجتمع العراقي، كثره هاي الجرائم والحالات اللي جاي نسمع بيها مع الاسف والله نسمعها بمجتمعنا العراقي، واحنا نعرف العراقيين وسمعتهم بكل الوطن العربي ان احنا ناس اهل كرم وناس شجعان وناس اهل غيره ورجال، واللي اللي حرم البوابه الشرقيه اكثر من 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 30 سنه، هيك يصير مجتمعنا مع الاسف بسبب منه؟ بسبب وزير داخلية أو وزير دفاع أو أول أجهزة الأمنية ورئيس الوزراء والبرلمان اللي ما جاي يقر قانون حقيقي يعاقب المسيء، فقط المسيء. أما إحنا نعرف أستاذ أخو ملاحظة، يعني بهاي المعارك اللي يسموها معارك التحرير بالموصل وبالأنبار وصلاح الدين وديالة وغيرها، صارت آلاف الحالات مثل هاي الحالة اللي انعرضت اليوم، لكن ما تم توثيقها ولا أهلهم يقدرون يحجون بها. هذا التقرير اللي أكله تقرير الأمم المتحدة. نعم صارت بديالة وصارت بالموصل وصارت بالأنبار اغتصاب وتحرش بالناس اللي أبرياء اللي طلعوا ممرات الآمنة، سواء بالرجال أو الصبيان أو البنات، تمت الاعتداء عليهم. وأكو هواي حالات صارت الدولة ما تحكي بها، يعني آلاف مؤلفة من هيك حالات تمت على ايد الحشد والميليشياوي وعلى ايد وزاره الدفاع والداخليه والاتحاديه، ما حد حكى بيها، ما يعلم بيها، بس رب العالمين. اذا المصطفى الكاظمي ما راح يقدم ويأخر لهذا الطفل وعائلته، او حتى اغلبيه الناس اللي تم اغتيالهم من نشطاء سياسيين، المصطفى الكاظمي جاي يعدي مرحله، مجرد انه يريد يوصل. طبعا حتى ناكد اخي صباح، الامر ليس عام، يعني احنا من نذكر تقرير الأمم المتحدة وحمل المسؤولية إلى تنظيم داعش وميليشيات الحشد والجيش وكذا، ليس كل يعني الجيش والشرطة والأمن أنهم كلهم يعني قاموا بهذا العمل، ولكن يعني هناك أفراد والحالة كبيرة جدا. نعم احنا اكو ناس بوزارة الدفاع وبوزارة الداخلية وبالأجهزة الأمنية وحتى بالبرلمان ما يتقبلون هاي المواضيع، يعني هيك مواضيع اللي تخص الشرف والاعتداء الجنسي وغيره، اكو هواي ناس ما يتقبلوها، ناس ابناء اصول، لكن اكو نسبه عاليه، نسبه مو قليله، نسبه مو قليله بوزاره الدفاع والداخليه
تجاوزهم وتعدم الحدود وسووا اشكال والوان، لكن مو كل وزاره الدفاع والداخليه مع احترامات الناس اللي محترمين واللي جاي على مود عيشة عائلته بشرف وعلى راتب وعلى غيرها ويريد يحافظ على الامن والامان. نعم، انا اشكرك. صباح من بغداد كان معنا ابو فيصل من السعوديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الخير استاذ عمر، حياك الله، يا هلا بك. تحيه لك وتحيه للقناه وتحيه لكادرها وتحيه للشعب العراقي صور التشريع. والله استاذ هذه المناشده، هذه الطفل المناشده بما يسمى برئيس الوزراء. لكن استاذ هو ما في رئيس وزراء، هو لو في رئيس وزراء لا يقبل على شعبه هكذا، لكن هذا هو عديم شرف يعني كيف يرضى؟ وبعدين مو بس هذا، التحرش كثير مثلهم والميليشيات الارهابيه تعجز كلهم على نساء من اهل الموصل و وناس لابسين ملابس على اساس رسميه عسكريه ويعتدون على النساء عبر قناه موقره وقنوات كثير. يعني هو مع الاسف هذا رئيس الوزراء هو يتحمل هذه الجريمه، وهو هو فاسد، هو 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 ما يحمي عرضه حتى يحمي شعب العراق. لكن نحن لا نعول الا على الله ثم على الشعب العراقي الشريف ان يقتص من هذول الخاون الهمج. وتحيه لك. ابو فيصل من السعوديه كان معنا. طبعا التقرير اللي كنا نقرأ فيه في بداية الحلقة حمل تنظيم داعش وميليشيات الحشد مسؤولية العدد الأكبر من جرائم القتل والتجنيد والتشويه والاغتصاب في صفوف الأطفال، فيما كان الحشد مسؤول كما جاء في التقرير عن نسبة كبيرة من حالات اغتصاب الصبيان بحسب تقرير الأمم المتحدة. كذلك أضاف التقرير بأن 1772 طفل تعرضوا إلى القتل والتشويه و206 آخرون تم تجنيدهم، بينما تم اختطاف 86 وتعرض 10 إلى الاغتصاب. كما قلنا بحسب التقرير اللي قال بأن هناك أعداد أكبر بكثير اللي تم توثيقها وإحصائها. أجمل التقرير الكثير من التجاوزات الأخرى، منها تشريد الأطفال، استخدام المدارس كمقرات عسكرية أو كمقرات للسكن. وفي تصريح سابق من العام الماضي 2019 أعرب وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق باسم عبد الزمان عن قلقه إزاء ارتفاع حالات اغتصاب الأطفال في العراق، وقال في بيان له بأنه يتابع بقلق بالغ ما يجري من انتهاكات صارخة بحق الطفولة في العراق، إذ يكاد لا يمر يوم إلا ويرمى طفل هنا وتغتصب طفلة هناك. أضاف قائلا بأن وضع الطفولة في العراق يمر بمنحدر خطير يتطلب وقفة جادة من قبل جميع أصحاب الشأن والقرار، وتابع بأنه من هنا وفي الوقت الذي نستهجن فيه حدوث مثل هذه الانتهاكات والاعتداءات الدخيلة على مجتمعنا، ندعو إلى تشريع القوانين وتسخير جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنقاذ الطفولة في العراق من واقعها المؤلم والحفاظ على تلك الركيزة الاجتماعية البريئة. معنا اتصال أبو أحمد من الرمادي، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخوي العزيز. شلونك؟ حياك الله، يا أهلا بك. أخوي العزيز، بالنسبة للأمر اللي صار، اللي المقطع اللي طلع اليوم على الطفل اللي اغتصب بالكركوك. نعم أخي العزيز، هاي الحادثة مو جديدة علينا، يعني خلي في بالك. يعني أنا كرأيي أو اللي جاء أسمعه حالات مو حالة واحدة. هذا الولد الله سبحانه وتعالى أنه أنطى شجاعة يطلع ويحكي على الإعلام ليوصل صوته. أكو كثير من هاي الحالات يصير يعني المخيمات غير المخيمات، فهو الأمر أكبر من هذا الشيء، والأمر يعني دا يزود عن حده، وهذا سبب إهمال الحكومة. يعني يقول لك لا حكومة، يعني لا توجد حكومة في هذا البلد، بلد يعني عايش على المخدرات، بلد ميليشياوي. يعني انت تصور الطفل هذا البريء يغتصب او ويخطف يخطفون اخوه بدون لا رقيب ولا حسيب ولا اكو احد طالب. والعتب الاكبر يعني انت تتكلم على شخص يطالب بحقوق تشريع قوانين او حقوق او يعني امم متحده وغيرها، هاي الامور مهم اخوي العزيز. احنا مجتمع عشائري، المجتمع العشائري هو اللي يحمي. زين، اذا مجتمع عشائري هو من هار. المجتمع العشائري، الشيوخ العشائر هم يعني حشاك تبعيه ذيول، لا لهم كلمه
والأقوى والأدهى من هذا هو الشيوخ الدين الموجودين داخل اللي يسمون أنفسهم علماء. الشيوخ الدين اللي حد الآن جوامع مقفلة والعالم استهتار بالشوارع، مخدرات، خمر، غيرها، لواط، أجلكم الله، وغير من هاي الأمور، أكثر من حالات وأنت دا شوف يعني بيسوي بالجنوب، يعني خلينا نكون واقعين في كل العراق. هذا الولد في كركوك وغير كركوك، ده يصير ذيك المرة في الموصل وبغداد. نعم، هو دا أقول لك، يعني أنا دا أقول لك هاي حالة من حالات نفسية ما حد يقدر يحكي على أخوي العزيز. الناس تستحي تطلع بالإعلام، الولد هذا الله سبحانه وتعالى نطق حكى، صار شجاع حكى. أخويا إحنا دا نسمع حالات كثيرة مو هاي حالة. زين شو يفسر هذه الحالات أخي أبو نعم. أحمد، هل هو يعني بغياب رادع القانون، بسبب يعني انهيار قيم المجتمع لدى بعض الناس وليس لدى الكل، غياب الرادع القانوني، غياب مفهوم الدولة، شلون نفسر يعني ازدياد هذه الحالات، حالات التحرش، حالات القتل، حالات التسليم، انتشار ظاهرة المخدرات؟ إلى أي ظاهرة أو إلى أي سبب ممكن أنه نقول أنه هذا سببه؟ جزاك الله خير على السؤال أخي العزيز. إحنا من تقول لي الرادع القانوني، نعم رادع قانوني، هذا أولا إحنا نعيش في لا دولة. يعني خلي في أحكي لك، الانهيار المجتمعي والانحطاط الأخلاقي، يعني أنت خلي دولة ماكو، دولة يعني محتلة، اعتبرها دولة، شلون الأمريكان كانوا دولة محتلة. إحنا زين، إحنا حكيت لك قبل شوية، إحنا مجتمع ثاني، الانحطاط الأخلاقي موجود، يعني ماكو متابعة. يعني أنت تصور هذا الشخص اللي هو متسد، اللي عمل هاي، اللي سوى هاي الفعلة، لو كان موجود عند أخلاق، لو كان رادع موجود عند عائلته، ما سوى هذا الأمر. يعني هذا يعني كرأيي أكو أمور أكثر من هاي سواها، واحتمال يسوي الأكثر. والرادع القانوني ما موجود، يعني أنت هيك حالة مفروض يعدم في ساحة، يكون عبرة لمن اعتبر، يعني اخليه يعني يكون للبقيه، اللي اشخاص اللي مثل هذا الشخص، ها يكون عبره، يعني يكون عبره للمحطين مثل هذا الشخص. اذا العشائر ساكتين، شيوخ الدين ساكتين، مضاربين متيب على 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 سمومهم، يعني اخي العزيز احنا الى متى؟ الى متى يعني عوف الحكومه ما سوت لشيء. زين والبقيه هاي العوائل بالمخيمات، يعني الله اكبر، يعني ما حد يتكلم بيها، بالموصل، بالانبار، بهالكركوك، هذا الولد البريء، والله يا اخوي العزيز والله العظيم يعني اهتز بدني واهتزيت، يعني بعد عقل، ما شو اقول لك، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، ما نقول غير هذا الشيء. قتل بالشوارع، يذبحون عالم بغداد قبل يومين، هاي الناشطة يطب بكل بساطة وبعدين يطلع يعترف، نعم. يقول أنا سويت هيك وهيك، وكل كلامه كذب في كذب في كذب، وهم عصابة تابعة أحد الميليشيات. نعم. أنا أشكرك أبو أحمد من الرمادي كان معنا. طبعا الوزير الشؤون الاجتماعية دعا الجهات الأمنية، هذا مثل ما تكلمنا يعني البيان في العام الماضي، دعا إلى تجديد العقوبات القضائية وبحق من تثبت إدانته بمثل تلك الجرائم بحق الطفولة. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
اهلا بكم من جديد، معنا اتصال ابو ايسر من تركيا، تفضل ابو ايسر. الله يسعدك استاذ. اهلا وسهلا بك، يا اهلا بك استاذ. احنا نعرف بالعراق من احتل يعني وحلوا الاجهزه كلها الامنيه اللي موجوده بالعراق، الاجهزه اللي مهنيه ومبداها هو الوطن، فنعرف انه هاي الاجهزه هسه اللي اجتي يعني دخيل على دوله العراق كلها اجهزه طائفيه ومدفوعه من الثمن من ايران، حتى لقتل اكثر بشر من الشعب العراقي. ونحن نعرف الميليشيات ونعرف الاجهزه هي كلها اجهزه طائفيه، اجهزه غير مهنيه غير قادره على استباب الامن في العراق، لان هم اجنده تابعين الى دوله خبيثه وهي ايران. فهذا الطفل يعني هو نموذج يعني بسيط لكل العراق. كل العراق هو جرحى كبير من النازحين، من الناس المخفية قصرا في السجون وغير السجون السرية، فهذولا دولة عصابات وليست دولة يعني شي تريد تعبر عنها عبر. نعم. واحنا مع الأسف على دول أوروبا وأمريكا وغيرها وغيرها اللي جابت هيك شرذمة، أين هي حقوق الإنسان من ذلك؟ يعني هسه هذا قيس الخزعلي يفترض كيف هو يقتل بالعالم هو وجماعته، وفالح الفياض وهادي العامري وغيره وغيره، هذا بحزب الله، هذول ناس كلهم لقيطة، كلهم أولاد لقطاء، يعني ناس بعدهم شرف ولا ذمة ولا غيرة على هذا الوطن. فما نقدر نحكي أكثر من هذا. وأنا أشكرك. شكرا أبو أيسر من تركيا كان معنا. طبعا في تقرير لمنظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي قالت فيه بأن أطفال العراق يشكلون الأغلبية، حوالي 4.5 مليون من العراقيين المهددين بالفقر والحرمان نتيجة تداعيات فيروس كورونا. ذكر تقييم صدر مؤخرا على وزارة التخطيط في العراق بدعم من اليونيسف والبنك الدولي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية بأن 4.5 مليون من العراقيين، أي ما يقارب 11.7%، يواجهون خطر الوقوع تحت خط الفقر نتيجة التأثير الاجتماعي الاقتصادي لجائحة كورونا، أغلبيتهم من الأطفال. كذلك أضاف التقييم بأن هذه الزيادة الحادة ستؤدي إلى رفع معدل الفقر الوطني من 20% عام 2018 إلى 31.7%، وزيادة العدد الإجمالي للفقراء إلى 11.400 مليون شخص في العراق. أشارت اليونيسف إلى أن الأطفال واليافعين يواجهون أعلى زيادة في معدلات الفقر في العراق، وأفادت بأنه قبل تفشي الجائحة كان واحد من بين كل 5 أطفال ويافعين فقيرا، لكن هذا تضاعف إلى أكثر من 2 من بين كل 5، أو ما يمثل 37.9% من العدد الكلي للأطفال. تابعت بأن 42% من السكان هم من الفئات الهشة يواجهون مخاطر أعلى كونهم يعانون من الحرمان من حيث العديد من الأبعاد كالتعليم والصحة والظروف المعيشية والأمن المالي. وبالنسبة للأطفال هناك طفل من بين كل 2، أي 48.8%، يعني حوالي نصف الأطفال أكثر عرضة للمعاناة من الحرمان في أكثر من بعد واحد من هذه الأبعاد الأربعة. معنا اتصال طارق من خانقين، تفضل طارق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. احنا مفسوخين عقودنا وعلينا تهديد امني، هسه وزارة الدفاع يقول تعالوا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اسمعك. والله احنا مفسوخ عقودنا. نعم. وهسه قالوا على اساس ترجعون للدوام، فقالوا لنا 13 10 تعالوا راجعوا.
ما ادري اذا سوينا تشارف بس يعني شو نسوي؟ انتوا على الدفاع على الداخليه وين انتوا؟ احنا على الدفاع على الدفاع. ماشي انتوا مفصولين لو شنو عقود لو شنو شغلتكم؟ احنا مفصوله عقودنا مفصوله عقودنا بس شنو علينا تعديل امني. ليش ما تنصل التلفزيون حتى افتهم عليك؟ تمام. شنو السبب فسخ العقود مالتكم؟ احنا ما نزلنا تقريبا 3 شهور ضلينا مركز تدريب من زياده الكراكوش. نعم. وما نزلنا مجازي طلبنا اجازه ما حد ما طلب اجازه ننزل مجاز. بس على مدادنا فسخوا عقودنا قال انتم مفسوخين. نعم. زين ما راجعتوا وزارة الدفاع؟ شطتكم الجواب النهائي. هسه الجواب النهائي قال 13/10 تعالوا علي تحديد امني رجعهم للجيش. تمام، يعني هسه انتم تنتظرون يوم 13/10. نعم نعم. يلا بلكي الله هم يسمعون صوتك وان شاء الله يصير لكم حل. أني أشكرك طارق من خانقين كان معنا. أبو عمر من بغداد، تفضل أبو عمر. حياك الله أستاذ عمر. أهلا وسهلا بك. وحيا الله قناة الرافدين وحيا الله مشاهديها ومتابعيها. أهلا وسهلا بك. أستاذ عمر، بالنسبة لموضوعنا عمود الأطفال اللي موجودين عندنا بالعراق، يعني للأسف للأسف ماكو فد عناية أو فد التفات لأطفالنا بالعراق، وماكو أي يعني خدمة اللي قدمتها الحكومة أو سلطة الأحزاب للشعب العراقي، يعني إذا كان بأعمارهم أو خريجين أو من هالقبيل هذا. فما نظرة فد نظرة إنه نظرة رحومة، خاصة إن الطفل يعني نظرته غير نظرة عن الكبار. نظره حنونه او نظره ابويه او نظره بانه الاطفال هذول جيل المستقبل، يعني لهم اعتماد، شلون نقدر نقول يعني يتعلمون طريقتهم اخلاقهم تربيتهم كيف ينشؤون كيف لهم مكانه في المستقبل او في الحاضر. للاسف هاي الحكومه وسلطه الاحزاب الأطفال الأدنى الموجودين بالعراق، يعني منهم اللي يتامى بسبب الحروب اللي صارت وبسبب تدمير المناطق المنتفضة اللي داهمتهم هاي سلطة الأحزاب وخلت الأطفال مشردة في بغداد أو مناطق النزوح، حتى وصلت يعني في كافة المكان نقدر نقول بالإشاير المرور المكانات العامة صارت. نعم. فهاي سببها كلها سبب هاي الحكومة اللي ما خلت إلا الطفل العراقي إلى مكانة في دورة بالمجتمع، وما نظرت عليه. يعني نلاحظ كثير أطفال موجودين عندنا بالإشاير أو في مناطق الأسواق، يعني مشردين اللي قاعد يمسح جامعة السيارة واللي قاعد يفتر، يعني تلقاه يعني ما تعرف أبوه من أمه، مع احترامات يعني للأوائل. نعم. اللي أطفالها اللي مسير مشرهدة، ما كلها في الدور تنظر هاي الحكومة لمسك مسؤول الأطفال ورعايتهم وشؤونهم واهتمامهم بهذا المجتمع. نعم. لكن أستاذ يعني نقدر نقول بصورة عامة بعض الدول اللي موجودة عندنا، يعني من دول الغربية ودول العربية، يعني ماكو يعني هيك عندنا يعني نظريه للطفل. الطفل لازم يكون يعني يخاف عليه، لازم يعني احنا فد نظره غير شيء بالمجتمع. نعم. استاذ عمر. زين ابو يعني عمر، ابو عمر 17 يعني سنه، انت مثل ما ذكرت 17 سنه، يعني لا مدارس مال اوادم بنوها للاطفال، لا مقاعد دراسيه، لا حتى. نعم. يعني حدائق خضراء، مدن ألعاب صغيرة مثل اللي نشوفها في أي دولة، يعني كل بلدية في مدن العالم اللي نشوفها، إن كان نشوفها مباشرة أو نشوفها عبر تقارير تلفزيونية، تلقي مثلا البلدية مسويت لها مثلا مكان مخصص مراجيح للأطفال. يعني هذه الأمور البسيطة 17 سنة ما وفروا لها. أضف إلى ذلك أنه الطفل يتعرض إلى التحرش، يتعرض إلى الاغتصاب. بعد هناك عندنا مئات الآلاف من الأطفال في مخيمات النزوح. يعني الحكومات المتعاقبة لا في الحتوية الكبار ولا ويا النسوان ولا ويا المعتقلين ولا ويا الأطفال،
شنو شغلتهم ذولا؟ استاذ عمر واني وضحت لك يعني بكلامي ماكو عناية، لانه هذا السبب عدم الرحمه اللي عندهم وعدم الحنيه وعدم يعني النظر لالتفاتة لأي مواطن كان عراقي أو كان بأي طائفة، يعني مهما إذا كان سني على أقوالهم أو شيعي أو مسيحي أو صابي. فهاي الأمور أستاذ عمر يعني كلها يعني جماعة أبد ما خالين أي رحمة بداخلهم. يعني قلت لك الأطفال لازم يكون لها في المكانة، بس لكن للأسف يعني أكو بعض يعني أن التجار اللي موجودين، هو إحنا شفنا صارت من الألعاب النارية أو هاي البنادق الصجم أو من هاي الأمور يعني اللي ولدت هواية للأطفال، يعني علمتهم يعني الضرب وعلمتهم على شغلات يعني مثل ما يقولون فن القتاليه. فهذا خطا استاذ، يعني خطا يعني جدا. يعني الحكومه ابصر ما يكون هذه الاطفال فسدتهم على ضوء هاي الشغلات، ومنها على ضوء كلامك استاذ عمر، يعني عفوا مراكز ترفيهيه مثل اعياد المناسبات اللي يصير عندنا، يعني ما كل هاي الوسائل اللي موجوده للطفل العراقي ما موجوده. ايضا روضه رياض الاطفال يكون لها مكانه. من هاي الامور اللي تعال الترفيهيه للطفل العراقي يعني الى لازم اهتمام بدوره متابعته، يعني كل هاي الامور. لكن بس للاسف الجماعه يعني حتى الطفل اللي موجود عندنا بالعراق محروم، فكيف الكبير؟ يعني كيف الكبير يعني محترم وقتي يعني دولة غير ناظر مسيبة، لا عندها طفل لا عندها كبير بالعمر لا شيخ لا من هذول اللي عايشين، احنا ما عندهم اي حنيه وما عندهم اي رحمه على العراقيين. نعم. فكيف بدهم يسوون هالامور هذه استاذ؟ فهاي خاليه من المسؤوليه، خاليه من مشاعر الابويه، خاليه من كافه الامور يعني كافه. وبالنسبه حالات الاغتصاب استاذ يعني صارت هوايه قبل. نعم. فتره صارت حاله اغتصاب ضابط في منطقه في بغداد، سمعناه يعني كيف نقيبه اغتصب طفله وبعدين ضرب يعني بلوكه ضرب على دمر مخه ودماغه. الحكومه في وقتها ايضا هذا الاخ قالوا انه هذا الشخص بحاله سكر وما ادري شنو، وتغض الموضوع وراح. وحاله من حال الاطفال اللي صارت يعني بحاله الاغتصاب، حاله القتل، يعني هاي الامور اللي يعني الله اكبر يعني وصلت الرحمه حتى الطفل ما له حقه يعني انه يريد يعيش، وفجاه يجون يقتلونه او يسوون حالات اغتصاب عليه. فهي جريمه ضد الانسانيه وجريمه بشعه لا ممكن السكوت عنها نهائيا 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 استاذ. يعني هاي لو كانت هاي الجرائم اللي تحصل بعض الدول العربيه او الغربيه لكانت الامور بها عقوبات هوايه، بس تتكلم ايام تحكي مع الاسف يعني اصبح العراق أسوأ حتى من الغابه. نعم، أنا أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا. طبعا تقرير اليونسف يقول بأن يعد الحرمان من الالتحاق بالمدارس والحصول على مصادر المياه المحسنة من العوامل الرئيسية التي تساهم في هشاشة الأسر والأطفال. وأعربت كذلك الشهر الماضي منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف عن حزنها البالغ وقلقها الشديد بشأن التقارير الحالية المتواصلة حول العنف ضد الأطفال في العراق. أضافت أن العنف بدأ يتصاعد بشكل ملحوظ ضد الأطفال منذ بداية انتشار كورونا، وأضافت منذ بداية جائحة كورونا لاحظت اليونسف وشركاؤها زيادة ملحوظة في حالات العنف والإساءة ضد الأطفال داخل منازلهم وعلى أيدي أولياء أمورهم أو مقدمي الرعاية لهم، وشددت بأن هذا الأمر غير مقبول. حثت اليونسف السلطات الحكومية على اتخاذ إجراءات فورية ضد مرتكبي هذه الإساءات لأجل ضمان حماية الأطفال وتعزيز شعورهم بالأمان في كافة المواقف والسياقات. يتمتع الأطفال جميعا بحق العيش حياة خالية من العنف والترهيب. وقالت المنظمة بأنها ستواصل الدعم بما في ذلك ضمان وجود خطوات واضحة يتم اتخاذها من أجل منع الإساءة بكل أنواعها. طبعا وفق بيان صحفي صادر كذلك عن اليونسف، تقدر الخسائر الاقتصادية نتيجة الهدر الكبير للأموال بسبب الأجور المهدورة جراء التسرب من المدارس في العام الدراسي 2014-2015 بحوالي $1 مليار، ويهدد شح الاستثمار
والموارد مستقبل ملايين الأطفال العراقيين، حيث يفتقر 3.5 مليون طفل في سن الدراسة إلى التعليم ليصبحوا أكثر عرضة للزواج المبكر وعمالة الأطفال والتجنيد من قبل الجماعات المسلحة. وإحنا دا نشوف يعني شقد أكو شوارع بغداد أطفال يمارسون مثل ما نسميه بالعراق يجدون بالشوارع، وهناك نشوف الحالة مع الأسف أصبحت حالة اعتيادية أنه نشوف حتى الأطفال ينامون بالشارع، يأكل ويشرب وينام بالشارع. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، فضل أبو حسن. أبو حسن تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع أبو حسن من بغداد. طبعا موجود أبو حسن؟ تفضل أبو حسن. أبو حسن تسمعني؟ انقطع الاتصال مع أبو حسن من بغداد. طبعا أفاد تقرير أممي في بداية هذا العام إلى أن 45 ألف طفل نازح في العراق يفتقدون لوثائق ثبوتية شخصية، هذه كارثة أخرى، وبأن كثير منهم لا يتلقون التعليم رغم مرور عامين على هزيمة تنظيم داعش. ذكر التقرير الصادر من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن هناك حوالي 45 طفل نازح يعيشون في المخيمات يفتقدون إلى وثائق ثبوتية شخصية، وأفاد بأن أسرة من بين 5 أسر تعيش خارج المخيمات فيها أطفال لديهم مشاكل في التوثيق عدم وجود وثائق ثبوتية. وأضاف التقرير بأن معظم الأسر التي عاشت تحت سيطرة تنظيم داعش تفتقد على الأقل واحدة من وثائقها الثبوتية الأساسية، إما فقدت أو صودرت أو دمرت أو لم تصدر لها بالأساس. تابع التقرير فقدان وثائق الهوية المدنية ينطوي على أثار خطيرة في الحصول على الخدمات الاجتماعية، وهو عائق رئيسي أمام تسجيل الأطفال في المدارس. ذكر التقرير الذي حمل اسم حق التعليم في العراق بأن العديد ممن استطاع واستطلعت آرائهم أفادوا بأنهم لا يستطيعون التنقل بحرية داخل وخارج مخيمات النزوح الداخلي بسبب القيود المفروضة على حركتهم، مما يمنعهم من ممارسة الأنشطة اليومية كالذهاب إلى المدارس خارج المخيمات. ويلفت التقرير إلى عاملين أساسيين يشكلان تحديا في حصول الأطفال على التعليم المناسب، يتمثل الأول في انعدام البرامج المناسبة الهادفة إلى إعادة دمج الأطفال في نظام التعليم الحكومي للتوقف عن التعليم لفترة طويلة، أما الثاني فيتمثل بصعوبة الحصول على الوثائق المدنية الشخصية، ما يعد تحديا كبيرا أمام الآباء يمنع كثيرين من إلحاق أطفالهم بالمدارس. أشار التقرير إلى تفاقم هذه المشكلة بسبب وصول كثير من اليافعين إلى عمر لم يعد فيه التعليم الابتدائي ملائما لهم، وعدم توافر مدارس ملائمة ولا برامج للتعلم السريع. دعا التقرير الأممي حكومة العراق لتجاوز التحديات الإدارية والأمنية وتسريع حصول الأطفال على وثائق مدنية ومراجعة الأحكام الخاصة بأشكال التعليم المتاحة لهم، ما يعوض فقدان سنوات من التعليم بسبب سيطرة تنظيم داعش وبسبب استمرار النزوح في هذه المناطق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها في البداية عن مناشدة الطفل في أحد مخيمات النزوح في كركوك، وقد ناشد بأنه يتعرض هو وعائلته بالتهديد من قبل شخص يبدو بأنه من أحد القوات الأمنية للتهديد بالقتل والتهديد بالاغتصاب، وتم أخذ أبوه وأخوه منذ فترة وما يعرفون عنهم وين. وتحدثنا كذلك عن حال الطفل في العراق بشكل عام، واستندنا إلى تقارير تابعة إلى الأمم المتحدة وبالتحديد منظمة الطفولة اليونسف. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.